فيلما يوركوت. تحياتي لكم أينما كنتم في هذا العدد الخاص من برنامج ثقافة، والذي نقدمه لكم من قلب مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث سنتعرف اليوم على حي السركال الفني والثقافي هنا في قلب المنطقة الصناعية. فأهلاً وسهلاً بكم. ولتعرف أكثر على السركال ومبادرات السركال، يسرني أن تكون معي المديرة التنفيذية فيلما يوركوت. فيلما، أهلاً وسهلاً بك معنا. بداية، أين نحن الآن وما قصة هذا المكان؟ أهلاً بكم في منطقة سركال، المركز الثقافي للمدينة. حينا يقع قرب المنطقة الصناعية في القوز. نحن رواد الحركات الثقافية هنا، نتعاون مع 80 منظمة ومستثمرا في القطاع الثقافي، خلقنا معهم المشهد الفني الغني في المدينة وفي المنطقة عموما. ننتج هذا الحراك الثقافي منذ أكثر من عقد. لدينا أكثر من 105 معارض سنوياً، ونمثل 352 فناناً، ونستقبل أكثر من 1,000,000 زائر. فيلما، ما هو المميز بالنسبة لمنطقة السركال أو السركال أفنيو، خاصة في تعريف فن المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ نحن نكتب التاريخ الفني للمنطقة والعالم من خلال برنامج المعارض الفنية الذي بدأناه هنا. ورغم أننا بدأنا العمل بطريقة تجارية، لكننا الآن نركز على النوعية. نشهد ولادة حركة جديدة للمنظمات غير الربحية التي تزدهر ضمن بيئتنا الثقافية المتوسعة باستمرار. نحتفل بالأسبوع الفني 17 بالتعاون مع معرض دبي الفني، ونمثل أهم المعارض الفنية في المنطقة والعالم. مشهدنا الفني تطور كثيراً عبر السنين ليشمل فنانين عالميين بالإضافة إلى فناني المنطقة. فيلما، أنتم تهتمون أيضاً ببناء مجتمع في السركال، ليس فقط بناء جمهور. كيف يكون ذلك ممكناً في مدينة مثل مدينة دبي؟ دبي تطورت كمدينة ولم تعد محطة مؤقتة، فالكثيرون منا استقروا هنا وجعلوها موطناً لهم. ما غير طريقة عملنا؟ لدينا 200 جنسية متواجدة هنا، وعلى برامجنا وفنانينا ومعارضنا أن تلائم هذا التنوع. منطقة سركال تطورت مع تطور مدينة دبي، وأصبحنا منظمة تعددية. فنحن نعيش في الحي الثقافي، ولكن لدينا أيضاً مؤسسة سركال الفنية وشركة سركال الاستشارية، وننتج المحتوى. أصبحنا علامة فريدة في المنطقة، لأننا أنتجنا مثالاً لمدينة ثقافية متناغمة مع شعبنا وتاريخنا ومدينتنا.
مهمة خلك أن تحدثين عن هذا البناء والمعرض الذي يقام حالياً فيه. نحن في كونكريت، مبنى المتحف الفني وفضاء العرض الأساسي. وفي أسبوع سركال الثقافي 17 نعرض مجموعة نالينا مالاني المسمات هل تسمعني للمرة الأولى في الشرق الأوسط. هي فنانة محترفة بخبرة 5 عقود من العمل الفني. فنها يركز على المظالم الاجتماعية عبر العالم. معرضها مهم جداً لأنه يحاكي صدى الشارع مع كل ما يحدث في فلسطين والسودان والكونغو. ومن المهم أن نعرض عملاً فنياً يوثق ما يحدث ويحاول جمع الناس معاً أيضاً. دلما، كيف يساهم هذا المكان في صياغة شعور بالانتماء خاصة لدى فئات الشباب التي ربما يعني لديها أصول مختلفة لكنها تعيش في هذا المكان؟ الفن والثقافة يوحدان الناس بحسب كل الدراسات. الأبحاث التي أجريتها في جامعة أوكسفورد تثبت أن الفن عموماً والتجمعات الفنية والأحياء الثقافية خصوصاً تلعب دوراً هاماً في خلق شعور بالانتماء لدى الشباب. وفي مدينة كدبي حيث تتعايش أكثر من 200 جنسية مختلفة معاً، فإن أي نشاط ثقافي من الفن المعاصر إلى الرقص يحسسك بأنك جزء من مجتمع واحد ويحفز الشباب لإيجاد هدف في حياتهم، ما يعطي الحياة للمدينة وللأمة ويجعلهما وطناً. وأنت تشعرين أنك في بيتك هنا. And you feel home also here. نعم، إنني في وطني. We'll be right back.